وإلى بلد حيث يجري الاستعداد بتظافر كبير بين الدوائر الخدمية لانطلاق مهرجان بلد الصمود الثامن، إذ يتم تأهيل الطرق من الأنقاض ووضع الإنارة وتوفير ملاكات طبية في الأماكن التي ستشهد فعاليات بالمناسبة التي يستذكر بها أهالي القضاء الدماء التي روت الأرض لطرد براثن الشر. وشكر القائمون على المهرجان النائب محمد كريم البلداوي لما يقدمه من دعم معنوي وإشراف مباشر على مجريات الاستعداد. اليوم منذ الصباح الباكر باشرت دوائرنا الخدمية في قضاء بلد، بدءا من مديرية بلدية بلد ودائرة الكهرباء وكذلك الدوائر الخدمية من الماء والمجاري، بجهد خدمي كبير في جميع أنحاء المدينة وفي المناطق والشوارع التي ستجري فيها الفعاليات المعدة لمهرجان بلد الصمود والتحدي، مهرجان الانتصار بدورته الثامنة. هذا المهرجان الذي يعبر برمزيته وبفعالياته عن مراحل الصمود والتضحية والفداء والإيثار التي قدمها أبناء هذه المدينة لفك الحصار عنها وتحرير محيطها بألف شهيد وإرث هذه الدماء الذي يحمل الجميع اليوم المسؤولية الكبيرة في تقديم الخدمات إلى جميع أبناء هذه المدينة. اليوم كذلك هنالك جهد خدمي تم استقدامه من قبل مديرية بلديات صلاح الدين لدعم الجهد في هذه المدينة. الاستعدادات تجري على قدم وساق، نحن اليوم بدورنا نثمن هذه الجهود ونقدر هذه المواقف الكبيرة لأبناء هذه المدينة الذين طالما كان لهم مواقف تليق بعمق وتاريخ هذه المدينة من التضحيات والفداء والإيثار، الذين كتبوا في التاريخ بمداد دماء الشهداء تاريخا كبيرا معبرا عن إرادة أبناء هذه المدينة. اليوم المتلازمات لقدسية هذه المدينة، قدسية وجود المرقد الطاهر للسيد الإمام الهمام محمد بن الإمام علي الهادي عليه السلام، وأيضا قدسية الدماء التي لبت فتوى المرجعية العظيمة، تلك الفتوى الكبيرة التي بفضلها وبفضل تضحيات أبناء هذه المدينة وأبناء الحشد المقدس وفصائل المقاومة الإسلامية والقوات الأمنية فرضت حالة الصمود وكتبت سفرا عظيما من الانتصار والتضحية والفداء. كذلك اليوم أتكلم عن الامتداد لهذه الدماء بما يقدم لأبناء هذه المدينة بما يليق بهذه التضحيات وبعمق هذه التضحيات. إن شاء الله المهرجان سيكون معبرا عن إرادة هذه الجماهير ومعبرا عن عمق هذه التضحيات وكبرها وعظمتها. قطاع الرعاية الصحية الأولية في بلد على أتم الاستعداد لاستقبال مهرجان بلد الصمود الثامن. إن شاء الله هناك حتكون مراكز صحية مشاركة في المؤتمر وكذلك للمهرجان، وكذلك هناك إسعافات فورية ومفارس طبية جوالة وثابتة. تم انطلاق حملة كبيرة خدمية وواسعة من قبل مديرية بلدية بلد بالتعاون مع مديرية بلدية صلاح الدين فيما يخص فعاليات مهرجان بلد الصمود الدولي الثامن. انطلقت هذه الفعاليات من يوم السبت الماضي وبالتعاون مع البلديات المجاورة لتزويدنا بالآلات التخصصية، وأيضا تعاون وبإشراف وتوجيه مباشر من سيد مدير بلدية صلاح الدين الأستاذ محمد الحديد المحترم. شملت هذه الحملة إزالة كافة المخلفات البناء والأنقاض والنفايات بالإضافة إلى غسل وكنس الشوارع. نبارك هذا النصر العظيم للعراقيين أجمعين والأمة العربية بهذا اليوم تحضيرات مهرجان بلد الصمود الثامن. وقفنا على هذا المكان ساتر قرب نصب الشهداء الشهيد الحاج حميد تقوي أبو مريم ونصب الشهداء، نستذكر هذا اليوم إنجازات المجاهدين من أبناء الحشد الشعبي.